يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل. المتسابق عبد المنعم عطلة بخيت المساعيد، مرشح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن بالفرع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. حسبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حسبك. مع أسئلتي معاني الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة التفسير. السؤال الأول: قال الله تعالى وأنزل الفرقان سورة آل عمران الآية الرابعة. السؤال: ما هو الفرقان؟ أي القرآن الفاصل بين الحق والباطل. السؤال الثاني: قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة سورة النساء الآية 129. السؤال: ما الذي لا يستطاع من العدل في هذه الآية؟ أي المحبة وميل القلب والمؤانسة. السؤال الثالث: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سورة التوبة. السؤال: ما المراد بالصلاة هنا؟ أي دعاء النبي واستغفاره للمنافقين. السؤال الرابع: وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة سورة يوسف. من هم السيارة؟ المسافرون. السؤال الخامس: لينذر بأسا شديدا سورة الكهف. بين معنى بأسا. عذابا. السؤال السادس: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا سورة الأنبياء. في هذه الآية تشبيه بليغ، فما هو السؤال؟ في هذه الآية تشبيه بليغ، فما هو؟ أي شبههم في الهلاك كالنبات المحصود بالمناجل. أعد مرة أخرى. ما هي الآية؟ الآية يقول الله تعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا سورة الأنبياء. أي جعلهم هالكين كأنهم كالنبات المحصود بالمناجل. السؤال السابع: فأصبحوا في دارهم جاثمين سورة العنكبوت. ما معنى جاثمين؟ ميتين هامدين لا يتحركون. السؤال الثامن: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس سورة محمد. وضح معنى غير آس. أي غير متغير مع طول الزمن. السؤال التاسع: ما قطعتم من لينة سورة الحشر. ما اللينة؟ أي نخلة أو نخلة كريمة. السؤال العاشر والأخير: من شر الوسواس الخناس سورة الناس. ما معنى الخناس؟ أي المختفي المتواري. وفقك الله. يا حامل القرآن
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.